بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده بقى هنشرح فيه لو في عندك ايدنشلس اريا في اي ريدج لور او ابر يعني، او في اي مكان، هل مثلا على حسب بقى المنطقه اللي هي عايز تعمل لها ريستوريشن بامبلانت، هل تخلي الامبلانت ده يبقى سبلنتد مع ناتشورال تيث نيبرنج له او قريبه منه، او تعمل بريدج على الامبلانت وواحده من الناتشورال، ولا تعمله يبقى ان سبلنتد؟ مين الافضل؟ يعني فور ذا ابروبريت ريستوريشن اوف ان ايديشنال سيكشن ذير ار نيومرس ثيرابيوتيك اوبشن افيلبل. ان جنرال امبلانت سبورتد بروثيسيس از ان اي بيشنت وذ بارشال دنتيشن should be independent of the nearby healthy teeth. يعني هنا بيحبذوا ان الامبلانت يبقى مستقل، ما هوش سبلنتد زي هنا. هنا ده لا، ممنوع الدخول اهو. شوف انا عامل على انه ده يس. لان الاندبندنت بروثيز ار فيفرد باي بايولوجيكال اند بايوميكانيكال كونسيدريشن، زي ما هنشوف. يعني ما يبقى الامبلانت مستقل عن الناتشرال، ما هوش سبلنتد، بيبقى بيحسن البيولوجيكال والبيوميكانيكال كونسيدريشن. although biological aspect that reduce decay and endodontic risk provide the largest advantage because the pontic surface as a black reservoir. البونتك هنا في حالة اللي هو بيبقى سبلنتد، يعني يعني هي ما بتعرفش، المريض ما بيعرفش ينضفها كويس، ما بيعرفش يدخل فلوس سلك ولا ينضف بالفرشه والتوث براش، فالدنتال بلاك بتبقى اكيوميتد هنا، فتعمل لي ايه؟ توث ديكي في الناتشورال توث حوالين الايه؟ الكراون الريتينر اللي موجود. طبعا والسنه كمان بتحتاج ريدكشن، والريدكشن ممكن يؤدي الى الريفرسبل بالبايتس وتحتاج اندو. ف لما بتعملهم مستقلين بتخلي السن النيبرنج ناتشورال ساوند ما بتقرب لهاش. فلذلك بيقول لك ان البونتك سيرف از بلاك ريزرفوار ذا انسيدنس اوف ديكاي وين تيث ار سبلنتد توجذر وذ فيكسد بارشال دنشر اكونت فور 22% اوف ديفيكلتس وذن، في خلال 10 سنين بتعمل مشاكل اللي هي دي. بينما الانديفيدوال كراونز لما هتعمل هنا ده لوحده منفصلين ما هماش سبلنتد، بيبقى الانسيدنس بتاع المشاكل الديكي والحاجات ديت بيقل ل 1% زي اللي هنا. يعني هنا ممكن يحصل فود امباكشن وكارث هنا برضو، بس ده بيبقى ايه 1%، انما هنا بيبقى 10% 22% سوري 22%. شوف بيقل لكام؟ ل 21% خلال نفس الفتره ال 10 سنين. طبعا السبلنتنج للاثنين للامبلس مع بعضهم البعض بيحبس احسن من ان هما يبقى ان سبلنتد، لان الان سبلنتد الماستيكاتور ستريسز بتبقى موزعه على 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 كل واحد لوحده، فممكن تكون يعني اكسيد الريزيستنس بتاعته للماستيكاتور ستريسز فيحصل بون ريزوربشن اهو، انما هنا بيبقى فيفربل احسن. يبقى المبدا السبلنتنج ما بين الامبلانس وبعضهم البعض ماشي اوكي، انما ما بين امبلانت وناتشورال توث لا، ما يحبس ده يعني ما هوش يعني محبوب. طيب ايه الاسباب بقى ان الان سبلنتنج للان سبلنتنج وذ ناتشورال تيث؟ يبقى ريزنز فور ان سبلنت امبلانت وذ ناتشورال تيث، ذير از ليس تشانس اوف توث ديكاي. يعني هيبقى هنا يعني لما يبقى الامبلانت متحد مع النيبرنج ناتشورال تيث، فرصة ان التسوس يرجع حوالين الكراونز او الريتينرز اللي على الناتشورال تيث كبيرة قوي. انما لو عملته هو سيبرت وعملت كده كمان واحد وخليت الاثنين امبلانت هم اللي شايلين وما هماش سبلنتد، يبقى التوس دي كي بتاع الناتشورال توس مش هو اصلا مش هتعمل لهم ريدكشن الا اذا كان هما بقى اوريدي يعني اندودونتيكال تريتد ومحتاجين كراوننج برضه، فبالمرة هتعملهم. انما لو كانوا ناتشرال وبردتهم عشان تعمل سبلنتنج، مع ممكن ايه يحصل كيرز ريكارنس ونتيجه
طبعا اي واحد بتاع فيكسد معروفه قوي لازم يصاحبه واحد بتاع او يكون هو بيعرف انه عشان ده بيعمل ريدكشن لسنه ساوند ممكن تحتاج الى اندو. يبقى اندونتيك ريليتد تيشو ايشو ار ذا سكند فريكوينت كونسيكونس اوف فيكس. اه طبعا يعني اي سنه بتتحضر ناتشورال عشان تريسيف كراون او تبقى ريتينر لفيكسد على طول بتبقى محتاجه الى يعني الى معظمها يعني وتصل النسبه الى 15% من الحالات بعد 10 سنين بتحتاج اندو. انما هون اندبندنت بروسيس ار كرييتد اندونتيك اوبريشن ار ليس فريكوينتلي نيدد فور ان سبلنتد ناتشورال تيث اند امبلانت اباتمنت سبيشالي اف ذي ار نوت بينج بريبيرد فور كراونز. As a result, the unprepared tooth has lower risk of fracture or endodontic failure. Independent prostheses are implant supported provide additional biomechanical benefit. يعني بالاضافه للبيولوجيكال بنفيت اللي احنا ذكرناها ان مش هيحصل بلاك اكيوميليشن ويحصل كيرز ريكارنس في الناتشورال توث. هنا لما يبقى انديفيدوال يعني يبقى هنا اثنين امبلانتس وما بحتاجش اعمل اخد ريتينر من الناتشورال توث في بايوميكانيكال بنفيت ان هيقلل لي كميه اللي هنا بشوف شايفين الليفر اكشن السمنه الناتشرال اللي هي اباطمنت ديت مع الامبلانت اللي متشال على امبلانت وناتشرال توث. هنا في بريدنتال ليجمنت حوالين الروت، هنا مفيش بريدنتال ليجمنت. فاثناء الماستيكيشن السمنه هتحصل لها كومبريشن ناتشرال، هنا لا مش هيحصل كومبريشن فيحصل ليفر اكشن يؤدي الى ممكن بعد كده ايه بقى لوسننج للفيكشر بتاع الاباتمنت او يحصل فراكشر ويحصل بيندنج للامبلانت ويدينا مارجنال بور لوس زي ما احنا شايفين اهو هنا نتيجه الايه؟ ان السنه اتضغطت عشان في بي دي ال، هنا ما فيش بي دي ال، لما تتضغط فالبريدج هيحصل له فريكشن زي ما احنا شايفين اهو بالفورس نزل شويه وهنا ما بينزلش، هيعمل لي ليفر اكشن هنا يرفع ممكن يؤدي الى لوسنينج للايه؟ للريتينر اللي هو اللي هو على الامبلانت، البريدج كله يسيب. لو كان السيمنت قوي مش هيحصل، هتلاقي السنه لما تتضغط والسيمنت هنا اضعف تلاقي السنه تفصل ويحصل كيرز ريكارنس. انا شفت حاله كنت عامل حاجه زي كده وحصل كيرز ريكارنس وعملنا شلنا البريدج وعملنا اندو وبعدين انا رجعت البريدج زي ما هو وعلى على السنه الناتشورال بعد ما عملنا لها اندو وبص وكور وبعدين لزقناها على البريدج واشتغل كويس يعني. فليه انا من الاول بقى ما اخدش ما بعملش سبلنتنج؟ يعني ده يثبت ان السبلنتنج ما بين الامبلانت والتوث لا يحبذ يعني. بالنسبه بقى للاسباب اللي هي كمان بتمنع او بتحبذ استعمال امبلانت سبورتد ريستوريشن فور ريبليسنج او فور ريستورنج ادوشنس اريا بيتر ذان يوزنج امبلانت اند ناتشورال تيث ان الاندمنت امبلانت بروثيز اللي هو ده اهوت may minimize or completely do away with bontic between tooth and the implant by adding an additional implant next to the tooth. يعني بدل ما اعمل ما بين ما بين الامبلانت وناتشرال توث بروستيك هنا، لا ده انا هضيف كمان هنا امبلانت وهستغنى بقى عن ان انا اخد الناتشرال تيث. يبقى از ريزلت وبالتالي هيبقى مور ابارتمنتس and the force والفورس هتبقى distributed evenly على الاثنين امبلانت بدل ما تبقى واخده من الامبلانت والناتشورال تيث. ان the probability of unretained restoration which is the third most frequent fixed prosthesis problem supported by natural teeth is reduced as the number of abutment increase. ده يعني قاعده عامه في حتى في الـ في الـ
في الناتشورال تيث سبورتد بريدجز، كل ما زود عدد الابارتمنتس كل ما يبقى الاحتمال ان البريدج اللي هو سبورتد باي ناتشورال تيث يحصل له ان ريتيننج، يعني يسيب، بتقل. فبالتالي برضه نفس الشيء مع الامبلانس، كل ما زود عدد الامبلانس البروبابيلتي بتاع يعني ان هو يحصل له ان ريتيننج يعني يسيب بتقل. يبقى as a result independent implant prostheses have lower rates of problems and higher rate of long term prostheses success and higher rate of survival for neighboring teeth. ده هيبقى له high survival rate عن اللي هو ايه implant natural teeth support. Additionally when independent implant prostheses are developed distribution طبعا هنا the occlusal pressure هيبقى maximized عن هنا، هنا هيبقى اللود هيبقى محمل على البريدج، يعني ايه على اللود اللي جاي من البريدج على الامبلانت هيبقى انفيفربل. نتيجه ليه بقى؟ ان السن بيحصل لها فليكشن عشان بري دي ال، وهنا مفيش بي دي ال، وممكن يحصل ليفتنج البريدج يسيب ويعمل هنا كمان ايه مارجنال بلوس نتيجه بقى ايه البندنج فورس اللي بتحصل عليه. يبقى distribution of stress also reduce the possibility of marginal bullus. هنا هيقلل المارجنال بلوس، انما هنا لا هيزود المارجنال بلوس. والابطمنت سكرو لوسنينج هنا هيبقى اكتر من هنا، السكرو اللي بيثبت الابطمنت بالامبلانت هنا يحصل له سكرو بتاع ان سكروينج او ممكن يتكسر، هنا لا. طيب في النهايه بقى انا عايز يعني تاخدوا كده رساله معاكم، يعني الكونكلوجن بتاع الفيديو ده ايه؟ بيقول لك ان اندبندنت امبلانت ريستوريشن از بارت اوف ذا بيست تريتمنت استراتيجي فور بيشنت وذ بارشال دنتيشن فور ذيس ريزونز. يعني ان ده الريستوريشن ده يعني بيوصى بيه ريكومندد ذان ذيس للاسباب التاليه، في بيولوجيكال فاكتورز ودي اهم حاجه، وفي بايوميكانيكال فاكتور. البيولوجيكال فاكتور بتبقى ريليتد لي هنا الامبريجرز والاريا اللي هنا اللي هي ما بين الابارتمنت واللي على اللي هي على والريتينر على على الامبلانت، وبين الناتشرال هنا في سفيشنت اريا وممكن المريض يعمل ايه فلوس سيلكينج وتوث براشنج، فما يحصلش كيرز ريكارنس هنا. يعني احنا كل ده عشان ايه؟ عينينا اننا نحمي الناتشرال، انما هنا لا، هنا اللي هيعرف ينظف الفلوس سلك مش عارف تخش، والتوث براش برضه ممكن ما يعرفش يدخلها كويس، وممكن يحصل، والسنه كمان اوريدي بريبيرد متحضره مبروده، فيحصل كيرز ريكونس، وممكن يحتاج السنه اندودونتك تريتمنت بعد كده. انما هنا ما السنه ساوند صف سليم زي البايوميكانيكال فاكتور طبعا نتيجه الفريكشن بتاع البريدج هيعمل هنا ليفر اكشن نتيجه ان في بي دي ال وهنا ما فيش بي دي ال، فهيتضغط البريدج هنا ويترفع من هنا ممكن يعمل ايه السكرو اللي مثبت الابطمنت يتكسر، يحصل بين يعني تورك على ويحصل مارجنال بولوس هنا. الحاجات اللي هي البايوميكانيكال دي والان ريتين دي طبعا الريستوريشن، الريستوريشن يبقى ممكن ارتين، ويحصل كيرز ريكارنس هنا، يعني مشاكل كتيره قوي. يبقى ده اللي احنا بنوصي بيه، ده لا. ادي المراجع اللي تقدروا ترجعوا ليها عشان تقروا بالتفاصيل اكتر، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.